التصوير الضوئي هو عملية إنتاج صور بواسطة تأثيرات ضوئية، فالأشعة المنعكسة من المنظر تكون خيالاً داخل مادة حساسة للضوء، ثم تعالج هذه المادة بعد ذلك فينتج عنها صورة تمثل المنظر، ويسمى التصوير الضوئي أيضاً التصوير الفوتوغرافي. وكلمة فوتوغرافي ضوئي مشتقة من اليونانية وتعني الرسم أو الكتابة بالضوء، لذلك فالتصوير الضوئي أساساً هو رسم صورة بالأشعة الضوئية. تلتقط الصور باستخدام آلات تصوير تعمل إلى حد بعيد بنفس أسلوب عمل العين البشرية، فآلة التصوير كالعين تستقبل الأشعة الضوئية المنعكسة من المنظر وتجمعها في بؤرة باستخدام نظام من العدسات، وتكون آلة التصوير خيالاً يسجل على الفيلم. ونتيجة لذلك فإن هذا الخيال الذي يمكننا أن نجعله ثابتاً يمكن أيضاً مشاهدته بواسطة عدد غير محدود من الأفراد. يعتبر براون ونادار ودوماشي من الرواد الذين ارتقوا بمفهوم التصوير الضوئي من مجرد وسيلة لنقل الواقع أو مهنة لكسب العيش، إلى اعتباره وسيلة للإبداع واعتباره نوعاً من أنواع الفنون البصرية، حتى أنه جار فن التصوير أو الرسم في عصرهم خاصة في اتجاهه السريالي عام 1920. كان أول من أتى بمفهوم التصوير الضوئي عن طريق الكاميرا ذات الثقب والقمرة المظلمة العالم المسلم أبو الحسن ابن الهيثم، ثم تطور فن التصوير بتطور آلات التصوير، فظهر التصوير الملون ومن ثم التصوير الرقمي الذي استبدل الفيلم بحساس إلكتروني، هذا بالإضافة إلى التنوع الهائل في مواضيع التصوير كالتصوير الجوي على سبيل المثال، وتصوير قاع البحار، والتصوير المجهري.